فتحي علي الباقي يا كريم. حماده يا حماده، حماده حمودتي، تعدي على جماله وهو نايم يا ناس. قوم يا دناي، قوم يا بابا بقى عشان تلحق المدرسه. يو الواد اتقتل كده ليه؟ ولا حماد يا امي خدتني يوم ده صاحي من زمان. ايه صاحي من زمان؟ طب قوم يا حبيبي يلا يلا عشان تغسل وشك وتلت. طب اللقمه دي عشان خاطري. يا بابا مش قادر بقى خلاص. طب استنى بق لبن. طيب الله حماده، طب بق لبن. وحياه امك يا حماده وحياه امك. انا وشفا يا دناي كل سندوتشاتك كلها. خلاص بقى ياما. يو حماده ده الكابتن. مالك يا حبيب امي؟ والله عليك يا دناي مالك يا حبيب؟ Thank you.
احمد يا حبيب ام احمد يا بطل انت يا راكي يا واد راكي. ايه ده ما جاتش السندوتشات بتاعتك؟ المهم ان انا سبتهم. صح يا ولا صح كابتن؟ كسحت العيال يا كابتن. ضربتهم ازاي وريني؟ انا قلت لكم اول ما ربنا يكرمني واكسب عزمكم على اكله سمك صبرتها النهارده برعايتكم بقى كله. بس ما تحفوش. هنحف بقى. مبسوط قوي فرحان وبرتعه وما تبرتعوش. مبسوط عشان خدت المج ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ امال كنت سخنان وعمال تقول مانو مانو مانو؟ عشان احنا متربيين مع بعض على الحلوه والمره. ما بحبكش تتغلب ابدا، بحبك تكسب على طول. يا ابني امال ايه ده؟ ما انا كسبت يا ابني. ده كاس المناطق. كاس المناطق يا جدع. بص شوف يا عم كاس المناطق ايه وبتاع ايه يا احمد؟ الحلم الحقيقي والمجد الحقيقي مش هنا في الاسماعيليه، المجد الحقيقي هناك في مصر يا احمد. المباريات والتدريبات، احنا بنحلم يا احمد. خلينا نحلم يمكن نحقق حلمنا في مصر ونوصل للعالميه. يا عم ايد على كتفك، قول لي اول طريق مصر منين؟ اذا كان على مصر طريقها عندي. فين يا عم؟ في طريقين، طريق زراعي وطريق تاني لسه ما اكتشفتوش. مش انا قلت لك بلاش نجيبه معانا؟ يا ابني افهمني افهمني انت. وهو انا عايز اقول لكم ان مفيش فيك يا مصر مدرب الا وعاوز يخدمني. يا عم هات لي واحد بس من اللي عايزين يخدموك دول. ومش اي واحد، ده الكبير بتاعهم، المعلم شيخ المدربين. ده مدرب كويس ولا شليحي زي حالتك؟ لا لا شليحي عشان الظروف اللي انتوا عارفينها، لكن ده كده كده. اسمعوا انا هكتب لك توصيه وان شاء الله هيخدمك عشان خاطر العبد لله. اتكلوا انتوا على الله واطلعوا على مصر. مصر؟ مصر ايه يا ابني؟ يما هناك النوادي حلوه وليها مستقبل، وانا نفسي العب هناك بدل البهدله اللي انا فيها هنا. يما مصر؟ لا، وانا قلت لا يعني لا، مش معقوله اسيب صحابي هنا. يما حبيبي اسمعني، احنا لا نقدر على عيشه مصر ولا مصاريف مصر ولا نقدر نبعد عن بلدنا يا احمد. يما احنا مسافرين ليبيا، ليا ساعه زمن بالعربيه. والله ربنا يكرمنا هناك ونبقى زي الفل. يلا يما والنبي. يما يا احمد يلا يا ابني. يا رب يا رب. معلش يا غالي على عيني وحياتك، انا كفايه عليا ريحتك في البيت، صوت خطوتك في الرايحه والجايه بيرن في وداني. الواد كبر يا اخوي وعايز يرفرف بجناحات، بس ايديه مش طايره يا كبدي. ما تقلقش يا كده، ايجار البيت والمحل في اسماعيليه نقدر ناجر بيه شقه حلوه في مصر، وبالمره ربنا يكرمنا ونفتح محل موبايلات صغير كده نمشي بيه نفسنا مع فلوس المطوشه والتدريبات. ان شاء الله ربنا يفتحها علينا فتح كبير قوي. امال عليك يا حبيبي، لو جرت حاجه في مصر تتفدي جنب الواد حبابه في اسماعيليه. ربنا يستر طريقك انت واختك. قادر يا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. على فين؟ على فين انت وهو؟ عايزين الكابتن طلع. طب وريني الشنط الاول. اتفضل. اتفضل 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 على جنب اتفضل على جنب. معلش يا اكرم بيه، مجلس الاداره منع دخول العربيات خالص. ماشي يا سيدي، عينينا لمجلس الاداره.
تعليمات على الكل. انا لا. كويس الحمد لله. الحمد لله ربنا يستر عليك. دخلنا كابتن طلعت انا هي اللي معلش. تعالوا معايا تعالوا معايا خلي بالك من البوابه. يلا بصوا خلوكم انتوا هنا لما اشوفوا فين. انت نور؟ كابتن احمد؟ اه ممكن اخد ورد؟ اه الورد كله تحت امر اتفضل. نور انا بقالي كتير بدور عليك. انا ما صدقت لقيتك. وانا يا احمد كنت بدور عليك من زمان. بجد يا نور؟ بجد يا حبيبي. تعبيط يلا ولا ايه؟ ما لقيتوش بس اقول لكم تعالوا نشوف في حلبه الملاكمه. يلا بينا. معلش انا اسف. لا خلاص خليها. لا ربنا يخليك اصل انا داخل بلعب بوكس بتمرن هنا. شكرا. برضه مش موجود. بصوا خليكم هنا لما اشوف فين واجي على طول. شايف الاجهزه يالا؟ كمان جهاز العروسه. ورا قوم انت اهو يالا. الاجهزه دي عشان تنضفوها مش عشان تلعبوا عليها. قوم يا دي اللي راسب دوكه في شعرك يالا. اسود ايه يا عم انت بتتكلم كده على الصبح في ايه؟ يا نهار اسود اسفين يا اكرم بيه اسفين. يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا ما تفضلوش في ده. خدوا بره واخرج يالا. يلا يا احمد هنرجع تاني. يلا بره يالا. يا جماعه ما ينفعش تتكلموا عليه ده ضابط وممكن يوديكوا في داهيه. ضابط على نفسه ده رخم قوي. ليش انا اسف انت مصداني ولا ايه؟ لا والله. اه والله. يا فؤادي جلست جلست. هو ده الكابتن طلعت. نعم. اه انتوا اللي بقيتكم بقى استمر ما يغركوش. تعالوا ورايا. بص بقى كابتن عادل ده احسن مدرب بوكس في مصر. كابتن عادل جايب لك اتنين فرز اول يستحملوا الهدف. ها وبكره ان شاء الله هجيب لك اتنين تاني كمان. ها ها شرفوني. ها شرفوني. قول لي بقى انتوا لعبتوا بوكس قبل كده؟ امال احنا جايين نتضرب ولا يا كابتن؟ اه طبعا جايين تتضرب. نعم نعم. ايه هو طلعت ما قلفوش؟ انتوا جايين تهرجوا؟ كملوا يا شباب يلا. اتضرب علينا يعني ايه؟ دي اخرتها؟ اهدى بس يا احمد لما نشوف هنعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ انت عايز كل من هب ودب يقعد يضرب فينا ويدب فينا؟ يا ابني ما هي دي الشغلانه الموجوده دلوقتي، دول هيدونا 30 جنيه ووجبه. وجبه انت مجنون يالا؟ ما انا جاي مسمع لهم بهدل امها واختي عشان خاطر وجبه؟ يا ابني انا جاي عشان نفسي ابقى حاجه، انا نفسي ابقى بطل يا تايسون. منك لله فتح الكلب. احنا جبت 10 من 10 وغلبت كل بتوع مصر. جدع ولسه فاشله في النصوص. حفظت النشيد ولا لا؟ فسته. طب سامعين. حلف بنساها واتربها. سماها سماها. ماشي ماشي. احلف بسماها واتربها. سماها سما. احلف بسماها واتربها. وانا اول مره اشوف ملاكم بيغني. وانا اول مره اشوف هطل في لسانك. مدرس بيقول لنا عايزين 200 جنيه عشان نجدد المدرسه. قلت له انا بقى هجدد المدرسه ب 200 جنيه بس. طلع هيلم من كل واحد في المدرسه 200 جنيه بس. انا طبعا ما سكتلهوش. جدع قلت له ايه يعني؟ قلت له حاضر من بكره الصبح يكونوا عندك. حليب بسماها وترابها. وعلى فكره ممكن برضو عايزه منك فلوس بس مش هتسكت. اسكت يا بنت. في حاجه يا اما؟ يلا عندك يلا. العيشة هنا غالية قوي يا أحمد. في الإسماعيلية الرغيف بشلل هنا بربع جنيه. ربنا كريم يا أمه إن شاء الله يفرجها بإذن الله. هاي كابتن أكرم. هاي شيماء إزيك؟ هاي. صباح الخير يا نور. صباح الخير. النهارده في تمرين جامد قوي مش تيجي تتفرجي ولا إيه؟ لا مش هينفع علشان عندي
اقول لك ممكن بس هحصلك هاجي وراك. باي. صباح الخير يا باشا. صباح. انا جبتهم يتضربوا ضرب يا باشا. ما جم قبل كده وما عجبهمش انهم يتضربوا ومشوا. يا باشا احنا احسن ناس تضرب في مصر، بس سعادتك جربنا. بقول لكم ايه؟ هيسكتوا تتضربوا وترفعوا راسي. ان شاء الله نطحن على قد ما نقدر. يعني مستعدين تتضربوا؟ طبعا يا كابتن طبعا. البسوا الكلبزات وجهزوا عشان تتضربوا. يلا. يلا. جات يالا. مزه مزه. بس عشان مع الكابتن خش اتضرب وانت ساكت. خش. خش يا ذكر يلا وريني نفسك. انا مش ابن كلب يا مفتري. لا ابن كلب وزباله. انت مين يالا؟ استوب مين ده زباله؟ كفايه اطلع بره الزباله ده. استوب ده زباله يا ابن كلب. اقول لك اسكت. يلا بسرعه على اياد. يلا مش قادر يا احمد. ان شاء الله صاحبك هيبقى كويس. احمد انا عايزك تعدي عليا بكره عشان اعمل لك اختبار. انا حاسس ان انت خامه كويسه. ربنا يخليك كابتن. ويخليك. عن اذنك اتفضل يا كابتن. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، احنا تعبناكي معانا. انا اسف والله العظيم يعني على اللي حصل يعني. لا ده واجب، وبعدين انتوا ضيوفنا وده حقكم علينا. لازم يعمل اشعه رنين بسرعه وتجيبها لي بكره. بس اهو البيت اهو. يا عم خلينا قاعدين شويه. انت فاكر نفسك في الملاهي؟ شاكرين جدا على الذوق والاخلاق والجمال. خلي بالك من صاحبك. ربنا يبارك لك يا رب. يلا يا تايس. شكرا. بقول لك ايه يا احمد، هو البنات اللي في النادي زي اللي بيطلعوا في الكليبات؟ الكليبات مين دول؟ قمر. قمر اتريك شفتان في الموضوع جامد بقى. وانا بتاع الكلام ده برضو. انت ولازم ما هو تعرف دلوقتي حالا. يا احمد خد يا بنت. عارفه لو قلت لها اقطع رقبتك قلت ما تقولي لها ونام. تعال الباب. لا يلا صغيره على الكلام ده. افتحي. اصغر هو الباب بقى للكبار فقط ولا ايه؟ ايوه. لا والله نلع الباب يا ايمان. حي مودي واحده من بتوعك البيت. انا ما شفتهاش غير بعد ما مشيت بالعربيه فقلت اجيبها لك. ربنا يخليك. الحمد لله ما وقعتش في الشارع والله كان ربنا ستر. يا اخويا ما توقعي يعني، هي ما هي فاضيه اساسا. الظاهر كان مغمى عليك انت كمان في العربيه. انا اسفه طنط ان انا جيت مره واحده كده. يوم مال يا اختي كنت عايزه تيجي على مرتين. يلا بنضحك كده بنفرفش. عايزينك تبقي كده زينا ومننا كده. انت شكلك مطربه صح؟ مذيعه صح؟ العاشره مساء. يما ايه التاسعه؟ التاسعه مين يما؟ انسه نور دي عضوه في النادي وصاحبه محل ورد كبير وكانت معانا لما تايسون تعب ما فرقتناش ولا لحظه بالعربيه بتاعتها. يا سلام كتر خيرك يا بنتي. تتعشي معانا بقى ولا تروحي قبل الليل ما يليل؟ يما هتطرديها ولا ايه؟ مش قصدي والنبي، اصل احنا عندنا بسله قرديحي من غير لحمه. اللحمه ما كفتش، بس احنا كل يوم جمعه بنعمل لحمه. ابقى هات يا احمد يوم الجمعه تاكل معانا لحم. حاضر يما هجيبها يوم الجمعه تاكل لحمه. حاضر. لا يا طنط ميرسي بجد انا متاخره ولازم امشي حالا. عايزه تمشي يعني كمننا مش عاملين لحمه؟ طب ايه رايك بقى ان البسله القرديحي احلى كتير من ام لحم. وانا هقعد وهاكل بسله من غير لحمه. والنبي عارف يا احمد، من ساعه ما امي ماتت عمري ما حسيت بالدفى اللي حسيته في وسط اهلك.
اصلهم ناس طيبين قوي. هما كانوا فرحانين بيكي والله، يعني اول مره يحسوا ان حد نضيف دخل البيت يعني. هو انت جيت مصر ليه؟ والله انا جاي من اسماعيليه عشان العب بوكس هنا في مصر، يعني نفسي ابقى حاجه جامده. لعبه مصر احسن من لعبه الاسماعيليه طبعا. لا بالعكس والله، احنا عندنا في اسماعيليه في اصول في اللعب، يعني لو لاعب مصاب ابعد عن الاصابه بتاعته، هنا ما يصدقه الا اصابه يفحطوه، يعني زي الجدع خطيبك ده اللي كان. ثانيه واحده ثانيه واحده، مين خطيبي؟ اللي هو الجدع الاقرع ده اللي كان بيشاورك ده. هو عندكم في الاسماعيليه لما واحد يشاور لواحده يبقى خطيبها؟ لا اصل كان في عشم جامد ومشاوره جامده قوي يعني، فقلت فيه يعني خطوبه يعني. لا يا سيدي هو مش خطيبي، حتى ايدي فاضيه اهي. الله احسن والله. هو ايه ده اللي احسن؟ العصير ده، ده ايه ده؟ لب. لب؟ اه لب. اللي بنزازه؟ اه. بيعصروه ازاي يعني؟ بيعصروه يعني كل واحد بيقعد يأزز ويرمي يأزز ويتفت، ده على كده المحل كله عمال يتفت في الكوبايات دي بقاله 3 ايام. حد قال لك قبل كده ان انت سكر؟ لا قالوا لي يا عسل، قالوا لي يا جميل يعني. السكر دي حلوه يعني. دي رخصه نور كان عليها 12000 جنيه مخالفه، خليتهم 600 دفعتهم لها. 12000 جنيه بس؟ يا عيني يا عيني على الفواتير. يلا خير، قول لي ايه كمان؟ ابعت حد ياخد موافقات الارض الصحراوي علشان خير. تكلم بجد؟ برافو عليك هايل. عملت ايه في حكايه نور؟ شوف يا اكرم، انت بتخلص لي الشغل في ايام غيرك بيخلصوا لي في الشهور. يعني ما ينفعش يا اكرم باشا انك تكون لسه عامل لي خدمه بعد كده تيجي تسال لي موضوع نور ايه؟ وده لسببين. السبب الاولاني انك بتاخد فلوس نظير الخدمات دي، اما السبب الثاني فلان موضوع نور ده شيء، والبيزنس اللي بيننا وبين بعض ده شيء ثاني خالص. اما بقى بالنسبه للكلام الود دي، فانا سبق وقلت لك ان ما عنديش اي مانع انك ترتبط بنور، بس على شرط هي اللي تختار مش انا. هتختارني؟ ساعتين عمال اتحايل عليك عشان تقول الدكتور قال لك ايه، وبرضه مش عايز تقول لي يا احمد. يا ابني قال لي انت زي الفل ولازم تستريح شويه. انت عارف البنت نور كانت معانا النهارده في المستشفى؟ البنت دي اكتشفت ان 100 راجل كانت خايفه عليك قوي. احمد انت عمال تتهرب مني، في حاجة مش عايز تقولي عليها؟ ريحني، قولي الدكتور قالك ايه بالظبط. الدكتور قال عندك خلع في مفصل الكتف، واي تحميل عليه ممكن يخلع كتفك تاني. يعني ايه؟ يعني مش تلعب بوكس تاني. مكتوب ايه يا بتعيب؟ انا ايدي سليمة سليمة. الله عايز دول. لا كده خلاص يا عمد، حلمي ضاع في مصر يا عمد. يا مصر انت بايخة بايخة قوي. خلاص 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 يا مصر، واحد منها. برافو يا احمد، جميل. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. على فكره انا مبسوط منك، موهوب وليك ستايل ورد فعلك سريع وذكي. يلا يا استاذ روح غير هدومك. ماشي يا كوتش، اعتبر نفسك من دلوقتي ضمن الفريق بتاعي. ربنا يخليك كابتن يا رب. موفقك ان شاء الله. عن اذنك اتفضل. ايه ده، ده انت طلعت بتعرف بجد تلعب اهو. شفت بقى، بالمناسبه الحلوه دي انا عازمك على عصير ترمس. ايه لا تقولي لي اللب بتاعك ده بقى اعفن منه بمراحل. اتفضلي. احنا نهرج ولا ايه؟ عاجبك الواد؟ انت ناوي تضم ولا ايه يا كابتن عادل؟ عيب، انا مش بهرج، الواد كويس ولو دخل معانا مسابقه الجمهوريه هيجيب مركز كويس. امال انا بعمل ايه؟ يا سلام، ايه المشكله؟ يبقى انت اهو. طب بص بقى يا كابتن عادل، في حاجه مهمه عايز اقولها لك. النادي ده اتعمل علشان الناس المحترمه مش علشان اي حد يلعب فيه. النادي ده اتعمل للمحترمين والناس الموهوبين كمان. مش ده لو كان موهوب اصلا؟ موهوب، انا اختبرته والواد موهوب بجد. موهوب وبيعرف يلعب وانا مش عاوزه يلعب. مش انت اللي قرر مين اللي يلعب ولا لا، انا بس اللي قرر. يا ريت تخليك في حالك وكفايه. ماشي يا سيدي.
ماشي يا كابتن عادل. خليه يلعب. ده ممكن تلاقيه رخص شوية يعني إذا كان عاجبك. اتفضل. مش عاجبكم حاجة فيه؟ أنا عايز تيسر، أمال هو فين؟ مش موجود يا أخويا دلوقتي. كان طالب مني شوية شغل كده. شغل؟ شغل إيه؟ دول 12 حتة بالصلاة على النبي. حتة إيه؟ موبايل يما. وقالوا له عماد هيجيب لك زيهم بكرة. زيهم إيه بكرة؟ ما تقف تكلمني يا عادل، مالك ملحوق على إيه؟ مين يا ست انت؟ باسم انا يا اخويا عطيات سليمان عبد المعبود، والورقه اهو. مش هسمع كلام كتير، الموبايلات دي مسروقه، هاتوها. يا لهوي، ياخدوني على فين؟ احنا مش بتوع سرقه ساعه الباشا، احنا ناس شرف يا بيه. في يا خالي يا ناس، في يوم حطها راسها. شوفني حماده فين؟ غدوني يا خالي، شوفني حماده فين يا دايسه؟ شوفني حماده فين يا ابني؟ حماده حماده يا لهوي، الحقوني يا ناس، هاتولي ابني. لا ايمان، طلع عليك يا بنت، انا راجع يا حبيبتي، ما تخافيش يا ايمان، ارجع. طب اخد بنتي، احنا بنسمع عليا يا بنت، احنا غرب بنسمع عليا. ابوس ايدك يا اخويا، ابوس ايدك يا بنت. ايمان اوعي البنت يا ايمان، ارجع البنت يا ايمان. أنا آسف يا كابتن. في إيه؟ ده جواب للسجن بتاعك. السجن عننا؟ ليه؟ لو أنت مش عارف ليه يا كابتن، أنا هعرف منين؟ مفيش حد من مجلس الإدارة جوه؟ للأسف لأ. استغنى؟ دي الطريقة اللي بيقولوا لي بيها شكرا بعد كل اللي قدمته للنادي؟ معلش يا كابتن، على رأي الشاعر الأبنودي ما قال، على قد ما تبقى حقير احتفل العالم بيك، يكسيك شهادة تقدير، لكن انت مش كده، عشان كده استغنوا عنك. يا باشا، الست اللي انتوا عبطتوا عليها دي مالهاش ذنب، تلاتة بالله العظيم الواد عماد كان جاي لنا. انا ماليش دعوة بالكلام ده، المحل باسم مين؟ باسمه هو يا فندم. خلاص، انت ازاي تتكلم معاهم بالطريقة دي؟ ما بالراحة شوية. انتوا هتعملوا فيها اولاد ناس؟ انا هكلم بابا، هو اكيد هيتصرف. على فكرة، امك هتشرف معانا الليله دي لحد بكره الصبح ما نعرضها على النيابه. طب يا ابوس ايدك، والله العظيم ما ينفع تبات في الحجز، ابوس ايدك. عشان خاطري يا عم الزهر، طلع ماما من الحجز، انا والله بخاف انام لوحدي. امشي يا بنت بره، كله بره. القرف ده. بابا قفل التليفون. اللي حصل ده مش طبيعي يا احمد، في حد ورا الموضوع ده. لا نقدر على عيشة في مصر ولا مصاريف في مصر. أكرم! أمي لا! أمي لا!
ربنا. امي لا. في ايه يا ابني؟ امي خدوها باشا ويعني ما لهاش ذنب في اي حاجه والله. يا ابني اهدى، في ايه؟ هتتحل كل حاجه ان شاء الله، ما تقلقش ما تخافش. ايوه يا ابني دي ابراهيم باشا. ابراهيم باشا ازيك؟ معلش يا باشا مش عطلك. عندك محضر باسم واحده اسمها عطيات سليمان عبد المعبود. عطيات سليمان عبد المعبود. سرقه؟ سرقه يا باشا والله، ما ليها دعوه باي حاجه يا باشا. طب لو قلت لك انها كمان ابراهيم، ابراهيم لازم تخدمني. تخدمني احمد؟ ايوه يا باشا. ما تروحش النادي تاني خالص. حاضر يا باشا اللي تشوفه. أهيمة تبات في الحجز ازاي يا إبراهيم؟ يا باشا والنبي أمي بلاش تبات في الحجز يا باشا. نور تقطع علاقتها بيها نهائي. حاضر حاضر حاضر. يا إبراهيم تروح طبعا، ربنا يخليك لينا يا باشا، ده العشم برضه. ماشي يا باشا، مع السلامة. يلا حمادة امك هتروح معاك. ربنا يبارك لك يا باشا. احمد المحضر لسه مفتوح، الكلام اللي قلته يتنفذ بالحرف الواحد. اوكي انت تؤمر يا باشا وانا هنفذ. انا هخش اريح في اوضتي شويه. مش هتاكل لهم يا امك؟ ما تخافيش يا حبيبتي. حمادة احنا حرامية. لا يا مان احنا مش حرامية، وطول ما انا موجود مفيش بوليس هيخش هنا تاني، وكمان انت مش عندك مدرسة الصبح. طب يلا خش يا حبيبتي، نامي جنب ماما دلوقتي. احمد والله العظيم ما اعرف ان الموبايلات مسروقة. امك دي امي، حد ممكن يأذي امه؟ يلا بقول لك ايه، مش عايز اسمع كلمة زيادة في الموضوع ده. انت ايه مش حاسب اللي انت عملته؟ عندك حق، أنا إذنكم. أنا عارفة إن اللي حصل لماما ده كتير، بس ما كانش ينفع تحرك صاحبك كده يا أحمد، على الأقل قدامي. وأظن النهاردة أنت عرفت مين اللي كان ورا الموضوع. بس هو سهلها له، قضية جاهزة، محل موبايلات مسروقة، فرصة أكرم تخلص من أحمد وتدوس على أحمد واللي جاب أحمد. خلاص مش وارف مصر، انتهى على كده. أنت عايز تهرب عشان خايف من أكرم؟ ما هو كمان خايف منك، يمكن اكتر من خوفك منه. بس شوف هو بيعمل ايه وانت وصلت لايه. انت فكرت اكرم عمل كده ليه؟ عشان فكرنا بنحب بعض. وانت فين وانا فين؟ وازاي اصلا انت تحب واحد زي هو؟ شافنا عمالين نضحك وبنهرب وبنخرج. احمد انا فعلا بحبك. ايه؟ هما كانوا كام يوم بس حبيتك بجد فيه. بس انا عارفه انا كان عندي طموح اكسر الدنيا، لكن في اول خناقه الدنيا هي اللي كسرتني. انا ما ينفعش احب. انا اسفه يا خساره يا احمد. نور انا بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك. ماشي، بس هتواجه أكرم وهتحقق حلمك وحلمنا كلنا، أنا وماما وأختك. أنت عارفة أحلى حاجة فيك إيه؟ كل حاجة. لا والله. والله. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا
ريحتها ارتاحت وناس ريحتها فاحت وناس بانت وعلت وناس في الزحمة تاهت ناس بتسهر كل يوم وناس تقضي عشانه وناس بتطلع الحلو والمر يا تايسون. الحلو والمر يا تايسون، ما تزعلش مني وربنا غصب عني. يا لهو على زعلك يا تايسون، حقك عليا والله العظيم. يا مانو، انا كنت محتاجك قوي. دي شهاداتي ايام الملاكمه، ايام ما كنت لسه بلاك، ودي أماني مراتي الله يرحمها، ودي آية بنتي، أجمل حاجة حصلت لي في الدنيا دي كلها. زي القمر، ربنا يخليها لك يا كابتن. ربنا يخليك أنت يا نور. ها يا أحمد، بتعمل إيه دلوقتي؟ معلش، لحقتش أخدمك. ما أنا عشان كده جايلك يا كابتن. يا أحمد أرجوك حاول تفهم، أنا رميت الفوطة خلاص، تدريب تاني لأ، في حاجات كتيرة أهم من الرياضة والبطولة والجوائز. وتاريخك يا كابتن؟ تاريخي عبارة عن شوية ورق وصفيح مليين الحيطان زي ما انت شايفة كده، محدش دريان بيها، بيتعاملوا مع النوادي اكنها عزب اهليهم. خلاص انا زهقت وقرفت منهم. يعني ناوي تقعد في البيت يا كابتن؟ لا طبعا. اقعد في البيت ليه؟ كلها يومين بالظبط وهنزل شغل جديد، مدرسة خمس نجوم، هشتغل مدرس تربية رياضية. بس انا ما صدقت الاقي حد محترم يقتنع بيا ويمدي لي ايده زيك يا كابتن. يا أحمد أنا بطلت أحلم خلاص، وأحلم عشان أوصل لإيه؟ ما أنت شفت بعينك عيل تافه خلاهم طردوني من النادي بالطريقة الحقيرة دي بعد كل اللي عملته عشانه، وعيل تافه زي بيجري بعربية في الشوارع مستهتر بحياته وأرواح الناس، قتل مراتي وعمل لبنتي عاه. أستنى لحد إمتى؟ لحد ما تحصل لنا كمان عاه تعدي جنبها عاجز؟ ومين اللي يخدمها؟ أنا بعد العمر ده كله كلاعب ومدرب مش قادر أعالج بنتي، مش قادر أصفرها بره. أنا بموت كل يوم، كل لحظة، مع كل خطوة بخطيها وأنا شايفها مشلولة وعايزة قدامي، وقاعدة في الكرسي الملعون ده. يا كابتن لو أنت واللي زيك استسلموا بالطريقة دي، أنا والعيال اللي زيي هعملوا إيه؟ مين اللي هياخد بإيدينا؟ ومين اللي هيساعدنا؟ ما كده خلاص يا كابتن، علينا عوض، خربت، يلا يا نور. أحمد! أنت عارف يا أحمد، أنت ونور بحس إن أنتوا ولادي، أنت كمان بتفكرني بنفسي لما كنت صغير. بس أنا كنت سامع إن أنت كنت ملاكم جامد يا كوتش، فبطلت ليه يا كابتن؟ خفت. خفت؟ خفت إزاي يعني؟ في لحظة أنا خفت فيها
ومهم ان انت وانت بتلاكم يبقى قلبك جريء، ثقتك في نفسك ساعات تهز خصمك حتى لو كان اقوى منك. بس لما جت بنتي للدنيا انا خفت يحصل لي ضربه تعمل لي عاهه ما اقدرش اربيها، وانا ما عملتش حاجه ليها هي وامها تحسسني بالامان. في اللحظه دي انا قررت ان انا اتوقف عن لعب البلد، ولاني ما اقدرش استغنى عنها تحولت للتدريب. ساعه لما شفتك حسيت ان انت رهان اللي انا ممكن اكسب بيه، انت ممكن تحقق اللي انا ما حققتوش يا احمد، ويا ريت في لحظه من اللحظات ما تخيبش ظني فيك. الله عليك يا كابتن، اهو انا قلت له الكلام اللي حضرتك قلته ده وبالمل. وعلى فكره يا احمد البطوله هي مهر. مين احمد ده؟ هو اكرم قالك؟ في ناس كتير قوي في النادي قالولي. احمد ساب النادي من زمان، يعني مفيش حد في النادي يعرف ان انا بقابله، يبقى مفيش غير اكرم. ده مش موضوعنا، موضوعنا ان في حد اسمه احمد. دادي ما تقلقش، انا عارفه حدودي كويس، وبعدين احمد انسان كويس قوي. انا فاهم انك عارفه حدودك كويس، بس كمان لازم يبقى في ارتباط بطريقه سليمه، ويبقى مفهوم ايه اخر الارتباط ده. عموما قولي لاحمد ان انا عايز اشوفه. بجد؟ بس ينفع يعني يبقى بعد البطوله؟ ايه ده؟ انت يا مش جيت لي بوس رجلي عشان خاطر امك؟ ماشي. وانت بتمرنه عشان يوصل للنهائي. حلو قوي. اهو وصل للنهائي. خليه يقابلني. اوعي تفتكر انك لحد غيري مهما حصل. انت ليه فرحانه بيه؟ ده صرصار في عصب وناس هتسقفلي، وقانوني خليه يقابلني. هيقابلك خف عصب.
لازم تكسب. الواد قوي بس انت فنان، بيكشف وشه كتير، اي هوك منك هتخلص الماتش. جايب امك معاك تتفرج على حمك؟ خايف؟ عايزك تتحرك اسرع من كده، خليك اخف وارشق من كده في الحركه، والضربات تبقى طويله ستريت، احمي وشك ما تخليهوش يطولك. طلبوا بعد ما الجوله خلصت طلبوا بكوع، لازم تديله انذار. شغل بلطجه. اهدى يا كابتن، اهدى. همجي، ده مش شغل ملاكمه ورياضه. انزل تحت وخليك في حالك، هتخسر برضه، هتخسر. اهدى يا همجي. خلاص يا كابتن، ارجع براسك لورا، خد نفس طويل. ها في ايه؟ مش مركز ليه؟ ما دام ضربك غلط يا احمد يعني ابتدى يخاف منك ويعمل لك حساب. الماتش ده بتاعك، عايزك ترضي عليه. عايز تخسر الماتش؟ عايز تضيعه منك وتخسر من ده؟ في ايه؟ ركز.
عملت اللي عليك، سواء غلبت او اتغلبت او حتى انسحبت، انا هفضل فخور بيك. ربنا معاك احمد. انا عايزك تدفني. رد على الراجل جامد. حاضر. الناس بتوع البيزنس بيحبوا اللي يبقى عنده ثقه في نفسه. حاضر. عايزك تعامله معامله الند بالند. يا عم انا راح اتخانق. انا قلت لدادي على كل حاجه. عارف يا احمد؟ تمام. عارف لو بعدت عني انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هتبحك. تمام برضو. لا والله. سمي يا دنيا وانت داخل عليه. ايه اللي بتعمليه ده يا اما؟ وتقرا سوره الكوثر والنبي يا ابني والمعوذتين. ربنا ينجح مقصد وينور لك طريق. ادعي لنا يا اما. ادوا بعدي. فرح يا بيت. ربنا يبارك لي يا رب. ادعي لنا اما ربنا يسترها. دعي لك يا دناي. دعي لك. ربنا يوفقك والراجل يوافق ان شاء الله. يا رب. انت عارفه نتفشخر بيه. ماشي يا اختي. احلف بسماحه وبيت رمها. سماحه اهي. سماحه. سماحه. على فكره احنا مش رايحين البيت، احنا رايحين له العزم عشان هو متعود يروح يصطاد في يوم الاجازه. ما تقلقش انا فاهمه كل حاجه. بابا هيفرح قوي بنشوف. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. احمد دادي. اهلا يا احمد. اهلا بيك. طب يا حبيبتي انا هتمشى مع احمد شويه قبل ما تحضري الفطار. حاضر. اتفضل اتفضل. احمد خليك هادي. حاضر. واتكلم بالراحه. حاضر. فك وشك شويه. امشي. الف مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك علينا كلنا. لا 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 انا اقصد الف مبروك على البطوله. كنت قريت خبر صغير كده في جورنال، والله ما فاكر اسمه. انا سمعت ان الست الوالده عندها شركه اتصالات. انت بقى اشتغل معاها؟ اتصالات يا فندم. ده محل موبايلات صغير، يعني ممكن يعني نبيع فيه. ست مكافحه فعلا، وفي الاخر على ايه؟ على 400-500 جنيه في الشهر. على فكره شباب اليومين دول ما عندهمش نفس روح الكفاح دي. عارف يا احمد، نور برضو مصروفها في نفس الرينج تقريبا، 400-500 جنيه بس في اليوم. وانت بتشتغل ايه بقى يا احمد؟
انا فندم ربنا كرمني وخدت بطوله الجمهوريه ويعني عندي امل ان شاء الله ناخد بطوله العالم للمحترفين. نفسي اجيب يعني ميداليه لمصر ان شاء الله. طب ما تلعب كوره يا اخي، على الاقل هتكسب فلوس كويسه. شوف يا احمد يا ابني، انا ما عنديش انا ابدا انك تتجوز نور، وما عنديش اي مشكله اذا كانت والدتك عندها محل في حاره وانتوا ساكنين في الحاره اللي جنبها. انا عندي مشكله واحده فقط لا غير، انك بدماغك دي اللي ما فيهاش غير رياضه وبلاكبه وكلام فاضي مش هتعرف تحافظ النور على اي حاجه. تفتكر يا احمد يصح اجوز بنتي لشخص بيحلم احلام عبيطه؟ هي الرياضه بقت حاجه عبيطه؟ واضح انك مصر على رايك، انا كنت متاكد من كده. شوف يا احمد، مشكلتك انك واقف على الارض واحلامك كلها طايره فوق بعيد في السماء. عايز تطير بقى احلامك؟ جميل، بس الناس اللي بتطير بقى احلامها في الاخر ملهاش غير مصير واحد. عارف ايه هو؟ ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي، وليه على ايه هنتألم؟ ما هو كله بيمشي ويعدي. ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي، وليه على ايه هنتألم؟ ما هو كله بيمشي ويعدي، ما بتوقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي، ومين في الدنيا مش مجروح؟ ما بتوقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي، ومين في الدنيا مش مجروح؟ النهاردة فاضل ليه؟ الفراق بقى زي عادة وقلبي متعود عليه، نص عمري فات واديني مفتكرش فرحتي فيه، نفسي اعرف مالها بيا الدنيا جاية عليا ليه؟ يا اخويا يا سعاده البيت. اموري الامر لله وحده. انا ام احمد. احمد صلي على النبي. انا عارفه طبعا ان الناس الكبار اللي زي حالاتكم لما شاب على قد حاله يتقدم منهم، يعني يتقدم ليهم، بيبقوا حاسين كده انه طمعان فيهم، لكن احمد ابني ابدا عمره ما طمع في حاجه مش بتاعته. احمد ابني عينه مليانه وشبعان، انا مربيه على الغالي، وبعدين احنا عندنا دي حجه بيت الاسماعيليه. انت عارفه حضرتك البيت على كام متر؟
على 80 متر كله هكتبه باسم احمد، كل البيت والسنترال كمان. عارفه حضرتك التامين بس بتاع السنترال قد ايه؟ 12000 جنيه. شوف بقى قدامي سعاده الباشا، بس ايه؟ عايزه ابني يفرح، عايزه اشوف احمد فرحان. والنبي يا باشا، وانا هشتغل وهو هيشتغل، مش هخليها عايزه حاجه خالص، هجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه عشان خاطري يا باشا. وحياة النبي، وحياة النبي يا باشا، فرح ابني بس طيب عشان خاطري يا باشا. حضرتك ليه عملت كده؟ عشان مصلحتك. بس انا مصلحتي مع احمد. هي مصلحتك برضو تبقى مع واحد طمعان فيكي عايز يستفيد من ثروتك ومركز والدك؟ اكرم قدامه مستقبل كبير، وانا متاكد انه بسلطته ممكن يحافظ عليكي وعلى فلوسك. انما احمد لما هيبطل ملاكمة هيبقى ايه؟ هيبقى عادل. دادي انا بحبه. قصص الحب دي اتعملت عشان نتفرج عليها مش عشان نعيشها. صدقيني يا بنتي، الحب الحقيقي هو الحب القايم على المصلحه. اكرم هو الشخص المناسب ليكي. بعت كرامتنا يا امي؟ خلاص ارتحتي؟ رحتين ليه؟ ما هو عشانك كده نايف. كنت قلتيلي ده الحقيقة الشوية اللي فاضلين من كرامتنا قبل ما تبعتها يا امي. مهنش عليا حد يكسب قلبك ابدا. سيبني بقى في حالي والنبي. وسمعت منه يا امي؟ قال لك ان الخدامين اللي عنده 20 احسن مننا؟ لا لا ولا حاجة. ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ورشدي بيعرف انك هنا دلوقتي؟ وحتى لو يعرف انا ما بسرقش. يبقى انا اللي بسرق، واحسن لك انك تمشي من هنا يا بنت الناس من غير ما ترد. اتفضلي. من الواضح ان انت فهمت غلط. هو عايز يفهمك ان هو بيحب الشباب الناجحين اللي عندهم طموح كبير ومصممين عليه، وانا متاكد ان انا فهمت صح. وانا نور مش هبقى ولا اكون واحد من الناس الناجحين اللي ابوك بيحبهم. الموضوع خلاص انتهى. يا احمد انت كده بتتنازل عني بسهوله قوي من غير حتى ما تحاول تعمل حاجه. انت ما كنتش ليا اصلا عشان اتنازل عنك. كل ده كان وهم، كان وهم وصدقنا انا وانت. وبعدين عايزين اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اخد بطوله جمهوريه، بطوله العالم، طز، كل ده عند ابوكي ولا حاجه. انا اصلا عند ابوكي حاجه. بس ده يساوي عندي كتير. انت الانسان الوحيد اللي انا حبيته يا احمد. انسيني، انسيني يا نور. وانت هتنساني؟ عارف يا احمد، انا ابتديت احس انك بتحب تعيش دور الضحيه وشايف نفسك فيه طول الوقت، وكل شويه يجي حد يدوس على حلمك وانت تنسحب لحد ما هيجي يوم تلاقي نفسك فيه ولا حاجه. عارف ليه؟ بص حواليك وتتعرفي كويس، شوف انت فين ولا فين، عشان خاطر الغلابه اللي متعلقين في رقبتي جوه، عشان انا مش قد اكرم ولا قد ابوك ولا قد اللي زيهم. عارفه انا صغير اتعلمت البوكس عشان احمي السندوتش بتاعي. الوقت انا مش عارف اتعلم ايه علشان اعيش. عرفت ليه؟ عشان فقير، عشان فقير فقير فقير. لا مش عشان فقير، عشان ضعيف. مش قلت لك ضعيف؟
البنت جات لك لغايه عندك يعني شرياك، ما تسيبهاش يا احمد، اطلع وراها يا ابني اطلع. بنقرب كتير وبنبعد قوي وبنحلم نطير بجناح مش قوي، بنقرب كتير وبنبعد قوي وبنحلم نطير بجناح مش قوي. ليه ما استنيتيش لو قلتلك حبي خلاص ما تصدقيش؟ ليه ما استنيتيش لو قلتلك حبي خلاص ما تصدقيش؟ جوايا عايز يحضني، جواك شيء بيردني، جوانا صوت عايز يعيش. ليه مستنيتيش؟ ليه مستنيتيش؟ ليه مستنيتيش؟ ليه مستنيتيش؟ يا أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا. شوف يا صادق بيه، انا عايز اعرف بعد ما ندخل بطوله العالم ايه اللي هيتم بالظبط. هيبقى في تمويل كويس، هيبقى في ماتشات بره مع محترفين، ولو وصل للنهائي وكسب في بطوله العالم ده في حد ذاته شرف كبير لمصر، وهيدر عليك وعليه دخل كبير قوي. انا هكون صريح مع حضرتك، حكايه الدخل الكتير دي لا تعنيني، انا اللي يعنيني اكتر ان بنتي تعمل العمليه. الموضوع ده اعتبره انتهى، اهم حاجه النهارده نكتب العقود والاتفاقات باسرع وقت ممكن. ان شاء الله. عين وصابتك يا دنايا، اسم الله يا ابني. قوم يا حبيبي قوم. انا كويس يا امي، انا كويس. عايز اخش انت رايح مروح؟ سهل ناس عايشة ترتاح وناس لا. كابتن انا ايه اللي جابني النادي وربنا انا عايز اروح البيت. تعال هنا. لما الست والدتك اتصلت بيا فكرت انها بتبالغ، ما كنتش اعرف ان الامور وصلت للدرجات دي وانك عملت في نفسك كده. والنبي يا كابتن سيبني في اللي انا فيه، ما حدش ليه دعوه بيا. لما المدرب بتاعك يكلمك تقف وتسمع كلام. لو سمحت يا ست ام احمد اعملي لي كوبايه قهوه ساده مغليه. حاضر يا اخويا. يا مراري يا مراري يا كابتن. اطلع يا كابتن. تعالى يا كابتن. تعبان لازم تفوق عشان تسمع كلام. يا كابتن تعبان تعبان يا كابتن. والنبي يا كابتن قوم. لا تاخر يا كابتن. تعالى قوم اصبر حضرتك حنيتك. خليتك عيل بدل ما تبقى راجل. يا كابتن يا كابتن تعبان. ايه تعبان يا كابتن؟ لازم تفوق يا كابتن. بقول لك فوق. أكيد مش هو ده السبب اللي جابك باللي اسمعني لحد هنا وخلاك تجرجر أمك وأختك وراك. حسبتها غلط. الغلط مبدور. لا أخوي مش عايز زفت. إيه يعني حسبتها غلط؟ ما كلنا في سنك حسبتها غلط.
بس لازم تفهم ان الغلطه ساعات بتبقى بالفوره كلها. يما يما تعال سافر اسماعيليه عشان خاطر يما انا هلاقي شغل ايدك يما. تعالى هنا. لازم تفهم يا حمد انك لو استسلمت هتحس بالعجز والندم طول عمرك، هتبقى زي الحيطه المايله اي هزه ممكن تسويها بالارض. انا كمان استسلمت زيك في لحظه وحسيت بالعكس، بس قاومت الاحساس ده وخرجت براه وقدرت احلم، ولازم احقق حلمي وانجح. انت كمان لازم تنجح. مش هلعب يا كابتن. هتلعب مش هتلعب يا كابتن. هتلعب مصر وبشجعك، ربنا معاك. من دلوقتي انا هكسب وقتي ولازم ابدا افوق. ايوه كفايه ابص ورايا ولازم ابص لفوق. هتحلى نفسي وهنسى ياسي وكل جراحي كمان. ده من النهارده هقوي قلبي وعيني. هلعب وعرق هرمي وهحرق الماضي الهدام. شويه قوه وصبر اكيد انا هوصل للاحلام. كده على طول ولا ايه؟ انت بيتي حاجه مقرفه. ده ايه القرف ده؟ انت في ايه يا بيتي وما تشكيش؟ طيب ما حصل في حاجه كابتن؟ بنتي كانت بتقول لي ان انا وحشتها، قلت لها وانت كمان وحشتيني، بس غصب عني اعمل ايه يعني؟ طب وربنا عندها حق، انا ام واختي وحشيني بطريقه فظيعه. يا احمد ساعات بتقسى على اقرب الناس ليك مش عشان انت عايز تقسى عليهم، عشان في هدف انت عايز توصل له. أكيد أي أب يتمنى إن ابنه أو بنته يفتخروا بيه، زي ما أنت تتمنى إن أمك وأختك يفتخروا بيك. النجاح ليه تمن ولازم يدفع غصب عنك. أنت ضابط شرطة أنت؟ في إيه يا فندم؟ في إني تحت إيديا ملف كامل ببلاغات وشكاوى عن تجاوزات ومخالفات أنت ارتكبتها. كلها بلاغات كيدية يا فندم. البلاغات الكيدية اللي بتتكلم عليها حضرة الضابط ديم كلها مؤيدة بمستندات ومستندات حقيقية. يا فندم من فضلك وقف معايا ما تسيبنيش، صدقني أنا مظلوم. ازاي اقف مع واحد خان مقتضيات وظيفته وخان اليمين اللي حلفه؟ على عموم الكلام ما عادش ينفع، خلاص الموضوع خلاص خرج من ايديا. النهارده صدر قرار بوقفك عن العمل وحالتك للتحقيق، واي كلام عايز تقوله تقدر تقوله في التحقيقات. اتفضل حظاظ. على فكرة يا مانو أنا مبسوط من اجتهادك وتركيزك في التدريب، عشان كده النهاردة بريك مفيش تدريب، وبالمناسبة دي هعزمك على الغداء يا سيدي. الله أكبر، ربنا يبارك لك كابتن. بس في حاجة أنت اللي هتحاسب. ليه كده يا كابتن؟ ربنا يبارك لك برضه. كابتن أنا ممكن أخد البطولة دي؟ أقول لك على حاجة، بالحسابات العادية وبالمنطق نقول لأ، دول العالم الثالث ناسها دايما أحلامهم مؤجلة أو مقاضة، بس الحقيقة بتقول إن إحنا هنا عشان ننافس على البطولة دي وإن إحنا ممكن ناخدها، ولازم إنت تعافر عشان تحقق حلمك. بص، صلاح جاهين ليه رباعية حلوة أوي أنا بحبها، بيقول أنا اللي بالأمر المحال التوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلته ما طلتوش إيه أنا يهمني وليه، مدام قلبي بالنشوة التوى. تالي انت ممكن تكسب. انا مش فاهم انت اتجوزتيني ليه اصلا. انا اللي مش فاهمه انت اتجوزتيني ليه اصلا. عشان خاطر الفلوس؟ كنت خدها يا اخي وخلصني. ايه حصلت كل ده عشان ظروف الشغل والتحقيق؟ مشكله صغيره وهتعدي وهرجع الشغل تاني واحسن من الاول، وفلوسكم دي انا اللي كنت بخلصها لكم، وشغل ابوكي كله انا اللي كنت بخلصه له.
يبقى لازم تبقى فاهمة كويس قوي ان كل اللي انت فيه ده انا السبب فيه. أكرم بقى عصبي جداً وعلى طول خناق. وليه ما قلتليش كده من الأول؟ كنت فاكرة إنها فترة وهتعدي، لكن من الواضح إن الحكاية دي مش هتعدي على خير. حلو حلو قوي. هي بتشتكي لك؟ طب والله كويس، أصيلة، بس المفروض بقى إنك تعقلها مش تيجي في صفها. يعني إيه؟ يعني أنا مش ناقص وعرفان ومخنوق، وإنت وبنتك مالكوش مكان في دماغي أصلاً. خلاص طلعها. الملاكم العالمين ده امريكاني واللي معاه ده اسباني. الملاكم الامريكاني ده ملاكم مؤذي وليه ضحايا، لعب 38 مباراة ما خسرش فيهم مباراة، وصل للنهائي 3 مرات وكسب البطولة مرة. عن نفسي اذا كان ليك نصيب ما تمناش انك تقابله في النهائي. مفيش حل، هتقابله في النهائي. خليها الله يا كابتن. اعذريني يا نور، انا اسف، ما كانش قصدي ضايق، بس انت عارفه الظروف اللي انا بمر بيها ظروف صعبه قوي. انا اسف. لسه بتحبي؟ طب وانا كنت فاهمة ان انتهيت عشان وقفوني على الشغل ده غلطانة. لو نقلوني اخر الدنيا حتى لو سبت الخدمة هفضل اكرم فؤاد واحمد ده نهايته على ايدي. مالك يا نور؟ تعالي ادخلي يا حبيبتي. حول ولا قوة إلا بالله. مالك يا دولار؟ يلا يا نور، يلا يا حبيبتي قومي كلي لك لقمه بسله، مش قرديحي، لا بلحمه، مع ان النهارده مش الجمعه، لكن قلت يلا ان شاء الله ما حد حوش. النهارده عيد يا حبيبتي عشان انت في وسطينا. الو يا حبيبي، بقول لك ايه، في حد هنا مهم يعني عايز يكلمك. نور، انت عندنا في البيت؟ متزعلش مني يا احمد، انا فهمتك غلط وفهمت حبك للي حواليك ضعف، وافتكرت ان انا بعاقبك بجوازي من اكرم، بس لقيتني بعاقب نفسي. انت ما غلطتيش لوحدك، انا كمان غلطت. يا رب ما تبعديش عني يا احلى نور في الدنيا. ان شاء الله هكون حره وهكون ليك. لسه عاوزني يا احمد؟ لسه عايزك. ده انا روحي رجعت لي تاني يا نور. وانا كمان دادي وعدني ما هيخلصني من اكرم وهكون ليك. محتاجه اكون معاك لو وصلت الماتش النهائي، وانا خلصت من موضوع اكرم هاجي واحضر معاك الماتش. لازم تكسب يا احمد وتحقق حلمك وحلم اللي حواليك، وخصوصا بقى علي وحبيبه. مين علي وحبيبه دول؟ ولادنا يا احمد، مش احنا قلنا هنجيب ولد وبنت؟ يا رب يا نور. بس انا مش عايز ولد وبنت، بس انا عايز 4 بنات و4 ولاد وشال و7 كوم. وفي ورقه تاني؟ يا رب يا نور املى الدنيا كل عيال، بس يكون منك انت يا نور. بحبك. مخبي نور فين يا رشدي؟ الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، اوعى تكون فاكر ان احنا خايفين منك. تعال هنا. انا متاكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين يا نور؟ انت مالكش دعوه بيها. عيب اللي انت بتعمله ده. عيب على بنتك تسيب البيت وتمشي، وعيب عليك اساسا انك ما عرفتش تربيها. يا نور 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 دي بنت. يا نور
نهار. احمد هيفرح قوي عشان هنروح له ونحضر معاه ماتش النهائي. طب يلا بسرعه عشان ما نتاخرش على ميعاد الطياره. بتخبيها مني يا رشدي؟ لا لا يا رشدي، لا يا رشدي، نودي بتاعتي هجيبها يا رشدي، يعني هجيبها. خدي يا نوري يا حبيبتي حله المحشي دي، اديها لاحمد وخليها كلها كده قدام عينيكي صابع صابع. حله محشي ايه يا ماما؟ حطها فين دي؟ في الفلاش باك اللي معاكي في الطياره. ايوه لا والله. وقولي لامك بتدعي لك وادعي لك، ربنا يكرمك ويوفقكم مع بعض. وبوسي قولي كتير. ابي يا ام احمد ابوسه ازاي بس؟ مفيش مشكله، هو هيبوسك. طنط تسلمي لي على بابا قوي واديله الجواب ده وقولي له ان هو وحشني قوي. حاضر يا حبيبه بابا. خلي بالك من نفسك يا ايمان، خليكي جدعه كده، ولو عاوزه حاجه اطلبيها من اخوك، بس ما تقليش عليه، ما تطلبيش منه حاجه، خليه يتمرن كده ويبقى كويس. يلا شوفك بخير بابا. ربنا يغنمكم السلامه يا رب. فتح عينك يا مرة، فتح عينك آخر مرة، طبعاً بالأيد، بس بعيد شيء، خصوصا بقى علي الحبيب. مين علي الحبيب دول؟ ولدنا يا اخو، مش احنا قلنا بنجيب ولد وبنت؟ تمشي بعد ما وصلت لنهائي بطولة العالم تسيب البطولة وتمشي؟ انا تعبان يا كابتن، مش قادر اكمل، تعبان. اوعى تفتكر ان انا مش حاسس بيك، حصل لي ده قبلك زمان لما مراتي ماتت وانكسر قلبي وسابتني لوحدي. بس لازم تفهم حاجة، اللحظة اللي انت نزلت فيها من الطيارة ورجلك لمست أرض البلد دي عشان تشارك في البطولة، انت ما بقيتش تلعب باسمك لوحدك، بقيت تلعب باسم ناس كتيرة، بلد بحالها. لازم تفهم ده، أمك وأختك وصحابك وولاد حتتك، كل أهل بلدك، البيوت المشتاقة يتسمع فيها زغروطة فرحة وانتصار، كل دول عايز تسيبهم وتمشي وتكسر قلبهم ما تفرحهمش. وأنا مين فرحني؟ ولا مين حس بيا؟ ده انا لما حسبت الايام اللي انا فرحت فيها لقيت نفسي خسران كتير قوي، لقيت نفسي مش عايش يا كابتن.
ولما خدت بطولة الجمهورية ما فرحتش؟ أما توصل لنهاية بطولة العالم ده ما يفرحكش؟ إنك تنافس على بطولة العالم ده ما يفرحكش؟ الجرايد والمجلات ومحطات التلفزيون اللي هتستناك في بلدك زي الأبطال ده ما يفرحكش؟ الولاد الصغيرين اللي شايفينك مثل وقدوة ده ما يفرحكش؟ الناس الغلابة اللي انت بينهم اللي بيتنشأوا على حاجة تفرحهم وانت اللي في ايدك تفرحهم ده ما يفرحكش؟ لازم تفهم حاجة، ان انت يكفيك شرف المحاولة حتى لو اتغلبت. ولازم تفهم حاجة، اذا بطلت تحلم يبقى الاحسن انك تموت. فاهم؟ امشي يا احمد، امشي امشي. أنا سمعت كل كلام الراجل ده، كل كلامه صح. وعلى فكرة ده كان حلم نور الله يرحمه. لازم لكم اليوم المباراة النهائية والمرتقبة على بطولة العالم لملاكمة المحترفين لأول مرة في النهائي. ابن النيل بطل مصر والعرب أحمد مانو على بطل العالم الحالي Egyptian hero مانو. Thank you.
اهرب من الحبال، ما تخلوش حصرك ويزلقك فيها، وما تسيبش وشك مكشوف يحمي وشك، وما تفكرش في اي حاجه غير في حلمك، فاهم؟ فكر في حلمك وبس. عارف يعني ايه بطل العالم؟ عارف ولا لا؟ استغرب انت ما عدتش ليه وهيسأل. هزه. How is it he's sitting down? Forget about him. Pay attention to me. بتكشف وشك ليه؟ احمي نفسك واحمي جنبك. خلي بالك القبر بتاعته مؤذية. اوكس اوكس. يلا ربنا معاك. ان الضربه اثرت فيك، فاهم؟ ما تبينش انها مأثرة فيك. وبعدين لعبوا على الحبال مجموعات وتبقى اوعى تلتحق معاه. مستخدم القبر بتاعتك ايه هتخلص بيها الماتش. يلا حلم كارما اسعد مصر وكل المصريين. يلا ربنا معاك.
انا ايه يا ابني؟ ابني مصري وابوه مصري.